الدولة المعجزة، سنغافورة بين التخلف والحضارة. ولكن قبل البدء يرجى دعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. ليس من المبالغة إطلاق لقب معجزة على تجربة سنغافورة التي نهضت من نقطة قريبة من الصفر لتقف بين عمالقة آسيا الصناعيين الكبار. فهذه الدولة الجزيرة التي لا تتعدى مساحتها 214 ميلاً مربعاً والمحرومة من النفط والثروات الباطنية، استطاعت خلال 4 عقود أن ترفع دخل الفرد من 400 دولار عام 1959 إلى 22 ألف دولار عام 1999، ووصل الآن إلى 60 ألف دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة السادسة ضمن أعلى الدخول بالعالم. وذلك لأنها اعتمدت على رأسمالية السوق الحرة والتعليم وسياسات واقعية صارمة، وأصبحت حاضرة متلألئة تبهر أنظارها حتى هؤلاء الذين يتربعون على عروش السلطة والمال في الغرب الرأسمالي. لم تكن النهضة سنغافورية وليدة اللحظة، بل كانت نتائج جهود جبارة من قبل بطل الدولة سنغافورية لي كوان يو. عانت سنغافورة كثيراً من الفساد الإداري والمالي والأمني، حيث كانت تصنف سنغافورة آنذاك واحدة من أخطر الأماكن في العالم لتفشي الجرائم والسرقات. كان يسودها انفلات أمني بشكل كبير جداً. كيف أصبحت سنغافورة دولة عظمى؟ أولاً، التغيير في أنظمة البلد وسن قوانين جديدة ووضع حاجز للفساد الإداري والمالي. ثانياً، الاستثمار في الإنسان نفسه من خلال التعليم وتكثيف البعثات العلمية للخارج وتطوير المستوى الإنساني والصناعي بمجمله. ثالثاً، الشروع في تنفيذ برنامج شامل للتصنيع مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، وذلك للقضاء على البطالة. رابعاً، إقامة علاقات تجارية قوية مع العالم المتقدم. خامساً، جذب الاستثمارات الأجنبية. تحقق ذلك بخلق بيئة آمنة ومنظمة وخالية من الفساد، وتخفيض معدلات الضرائب، وإزالة أي عوائق مع النقابات العمالية. ولجعل ذلك ممكناً، كان على مواطني البلد أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم لصالح حكومة أكثر استبداداً، لتضبط الفوضى وتبدأ مسار التنمية الصناعية التي تخطط له. أصبحت سنغافورة الآن رابع أهم مركز مالي في العالم، وخامس أغنى دول العالم من حيث احتياطات العملة الصعبة، ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية، حيث يصل إلى سنغافورة 10 ملايين زائر سنوياً، وتمتلك حديقة للحيوان، ويوجد بها رحلات سفاري ليلية ومحمية طبيعية. مؤخراً تم افتتاح 2 من أغلى الفنادق المتكاملة في العالم، معدل البطالة فيها لا يصل إلى 3%، وتعتبر المركز المالي والتكنولوجي الأول في المنطقة. أنظف مدينة في العالم، جميلة المنظر، طيبة الهواء، فناطحات السحاب والمباني ذات الأشكال الهندسية الحديثة والراقية وشموخ النخيل والأشجار والحدائق الخضراء الجميلة تجعل منها جنة في الأرض. سنغافورة اليوم عبارة عن مجتمع صناعي فائق، وتستمر التجارة الوسيطة لتلعب دوراً رئيسياً في اقتصادها. كما يعتبر ميناء سنغافورة الآن من أكثر الموانئ ازدحاماً حول العالم، متجاوزاً ميناءي هونغ كونغ وروتردام. أما من حيث حمولة البضائع المتداولة، فقد أصبحت الثانية عالمياً كأكبر المناطق ازدحاماً بعد ميناء شنغهاي. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.